هل سيخضع السيد الصدر للضغوطات ويتقبل فكرة حكومة توافقية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لكم الجميع مساء الورد. مشاهدي قناة التغرير، وتحياتي للضيف الآخر. بدءاً لابد أن نتحدث بشكل موضوعي. ليس هنالك مجال للجمع ما بين الأغلبية والتوافقية. الأغلبية شيء والتوافقية شيء. أما الحديث عن الأغلبية التوافقية أو التوافقية الوطنية أو ما يتعلق بالجمع ما بين الأضداد، هذا لا ليس له منطق في إطار المشهد السياسي أو في إطار يعني المفردات السياسية. الأغلبية السياسية الوطنية أتوقع هي الإطار الحقيقي والواضح، والذي كان في ذلك الوقت يطالب به ائتلاف دولة القانون في عام 2010. مسألة الحديث عن من يرضخ إلى من، أنا أتوقع اليوم علينا أن يكون لدينا رؤية واضحة في التعاطي والتعامل مع ما يشهده العراق حاليا من أزمات كثيرة، اقتصادية، اجتماعية، ثقافية، بيئية، وأيضا على مستوى العلاقات. فبالتأكيد أنا أتوقع الأنجح في إطار بناء دولة المؤسسات والقانون وبناء المواطنة والهوية الوطنية العراقية وإلى آخره منه، هو في تشريع الأغلبية السياسية أو الأغلبية الوطنية وتتحول أجزاء من المكونات. أنا أتوقع التحديد السيد الصدر ما زال متمسك في إطار مشروع الأغلبية السياسية، وهذا المشروع نتوقع هو الذي يمكن من خلاله أن يؤسس إلى مرحلة جديدة بعيدة كل البعد عن التوافقية والمحاصصة والقومية والمذهبية وإلى آخره من المسائل الأخرى. نتوقع التوافقية قد تطرح في داخل المكونات في ترشيح شخصيات على مستوى رئيس مجلس النواب أو نائبيها، أو حتى على مستوى رئيس مجلس الوزراء بهذا الخصوص، ولكن في إطار الحديث عن برنامج حكومي، عن حكومة، عن مفردات هذا البرنامج الحكومي وتقديمه للمواطن العراقي، فهذا يستلزم أن يكون هنالك أغلبية سياسية وطنية لكي لا نعيد إلى مسألة تعطيل البرلمان، عدم تشريع القوانين، عدم إنجاز ما تم الاتفاق عليه في البرنامج الحكومي، لا على مستوى المراقبة من قبل مجلس النواب العراقي ولا حتى أيضا من الحكومة. فبالتأكيد أنا أتوقع السيد الصدر ما زال متمسك بالأغلبية السياسية الوطنية، وما زال متمسك بشعار لا شرقية ولا غربية لأي تدخلات في عملية الحديث عن تكوين وتشكيل هذه الحكومة المقبلة. نعم، أجد تحية ثانية بكم ضيوفنا الكرام. سيد عثمان، سمعت ما قاله الدكتور خالد حول سبب زيارة قاآني، نود الحصول من حضرتك على تفسير آخر. ماذا يفعل قاآني في العراق في هذا التوقيت بالذات؟ وهل تسعى إيران اليوم لاحتواء الصدر، لا سيما بعد سلوك الإطار التنسيقي؟ وهنالك محاولات تقول أن الإطار التنسيقي جزء منه سينضم إلى التيار. نعم، نعتذر منك سيد عثمان لرداءة الصوت. أعود بهذا السؤال للدكتور خالد. دكتور خالد، يعني حضرتك تعرف خلافات الملف النووي ما زالت شائكة بين طهران وواشنطن، وترجمت هذه الخلافات لاستهدافات بالكاتيوشا وغيرها. برأيك هل سيبحث قاآني أيضا في هذا الملف، لربما مع العراق، ولجعله وساطة بينه وبين واشنطن أيضا؟ يعني الجانب الإيراني جانب يتحلى بتكتيك وبصبر استراتيجي، وبالتأكيد سوف يفتح كل هذه الملفات، ليس فقط في إطار الملف العراقي، وإنما الملف الرئيسي اللي هو مجموعة 5+4 بعد خروج الولايات المتحدة الأمريكية واجتماعات اليوم الموجودة في فيينا، هو خير دليل على ذلك في ما يتعلق الوصول إلى نتائج. وكان هنالك الحديث عن تسريب للأخبار عن الاتفاق ما بين أو مقدمات الاتفاق أو عودة الاتفاق لاتفاق تموز عام 2015، لكن في الحالة العراقية على الجميع أن يستذكر الأحداث الدامية في 2006 و2007 وتداعيات كبيرة جدا على يعني تضرر المواطن العراقي كثيرا حتى في ما بعد 2014. واليوم المواطن العراقي ينتظر بعد انتهاء عمليات التحرير الحديث عن بناء هذه الدولة، عن حياة الكريمة، عن إعادة الإعمار، عن مشاريع البنى التحتية، وهذا يستلزم أن يكون هنالك تنازلات متبادلة، وهذه التنازلات المتبادلة يجب أن لا تفهم بأنها
تقوية لطرف على حساب طرف آخر. أنا باعتقادي بأن إيران أو التدخل في المشهد العراقي أن نتوقع اليوم بات غير مسلم به. ولكن حضرتك يا دكتور تعرف أن هنالك استهدافات بصواريخ بالصواريخ والطائرات المسيرة، صواريخ الكاتيوشا، هل نسبت إلى إيران بحسب أقوال زعماء أو قوى إيرانية؟ هذا لربما يؤثر على الأمن الداخلي والسلم المجتمعي، وبدوره يؤثر أيضا على تشكيل الحكومة. وهذا ما أردت أن أشير إليه، مسألة الحديث عن تحويل العراق إلى ساحة لتصفية الصراعات الجانبية ومن ثم تعرض العراق إلى مشهد مخلخل في إطار الأمن المجتمعي. وأعتقد بأن مجلس الأمن الوزاري الذي جاء بالتوصيات تحدث عن هذه المسألة وطالب أن يكون هنالك حماية للسلم المجتمعي، واليوم حتى السيد رئيس الجمهورية تحدث عن هذه المسألة. نتوقع العراق يجب أن يكون بعيدا عن هذه المؤثرات، يجب أن نتحلى بتحقيق المصلحة العراقية والثروات الوطنية، استهداف السفارات واستهداف مقرات الأحزاب. أن نتوقع لا يخدم استقرار المشهد السياسي العراقي، ولا يخدم حتى مسألة العملية السياسية أو النظام السياسي. والمرحلة المقبلة تستلزم أن يكون هنالك استقرار سياسي. أما الحديث عن تجيش الشارع والاحتقان الذي يمكن من خلاله أن يصل إلى مديات لا يحمل عقباها، أنا أتوقع سوف تتحمله الأطراف الكتل السياسية، بفضلا أن هنالك يعني مرتكز أساسي أن الذين ذهبوا وصوتوا إلى الانتخابات مع ما أثير من عملية لغط حول الانتخابات، لكن هذا لا يعني بأنه سوف يعطي رسائل سلبية لكلا الطرفين. الطرف الذي يمكن من خلاله الذهب وصوت إلى الانتخابات لأنه كان يجد بأن العملية سوف تتجه إلى أن يكون هنالك استقرار، والطرف الآخر أيضا الذي لم يذهب أيضا سوف لا يشارك بشكل حقيقي وجدي. وبالتأكيد هنا نتحدث عن غياب الثقة من قبل المواطن العراقي.